في الاعلام في اللي بيجهز امال في مين اللي بيجهزه؟ جيل الاعلام الاعلام ما شاء الله احنا طبعا ده في مسلسل كوميدي شغال 180 حلقه كل حلقه فيها اتنين مقنتمين مع بعض ده ماشي مع مرات ده وده ماشي مع اخت دي وده ماشي مع اخت دي ودي ماشيه مع دي وحاجه ده غير الشذوذ اللي بيتعرض ده غير كل حلقه فيها خمره كل حلقه فيها ناس ايه صب لي كاس اصل انا متضايق يلا اوعي فلان هيخطف صاحبي وفلان هيخطف صاحبي اللي بيحصل كده النهارده في قنوات كامله قنوات كامله بتؤصل للدعاره بعين عينك كده في بنات وصبيان قاعدين لمده شهر في بيت وقافلين عليهم عشان يكتشفوا منهم نجوم وده بيهزر مع دي ودي بتحضن ده والعمليه هاي هو ده الجيل هل ده الجيل ده هينفع في جهاد او هينفع في حمايه وطن سلم لي على المترو طيب نرجع للموضوع عشان لو فتحنا الموضوع ده مش هخلص لحسن انا جوايا كتير انا معبي صلى على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام فحضرتك ايه باختصار شديد وبوضوح اليهود اللي كانوا موجودين بنو اسرائيل مش قادرين يتصوروا ان هم ممكن يموتوا فبيخافوا على طول مرعوبين لذلك ربنا بيعبر عنهم تعبير عجيب قوي بيقول لك ولا تجدنهم احرص الناس على حياه الله 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 شوف القرآن بقى يعني ما قالش ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة الدنيا كنا نقول لا ده هو على أي حياة عيشوا صرصار عيشوا لمؤاخذة عيشوا حشرة بس يعيش أنا عاوز أعيش ولذلك الكلمة أنا مش عاوز أموت أنا مش عاوز أموت اللي مش عاوز تموت ده هو باختيارك هو هو اوبشن هو هوم ديليفري هو ايه اللي مش عاوز اموت كلنا هنموت طب امتى استخدمت الدنيا اذا لم يكن من الموت بد فمن العار ان تموت جبان امتى استخدمت ايه الدنيا الدنيا قلنا الحياه بيشيل الحياه وسيب الدنيا وسيب الدنيا وشيل الحياه او الاثنين مع بعض ايه القران بقى راح حاطط قلت لك شال الدنيا هنا عشان يوريك حقارتهم بقى راح جايب بقى في مقطع تاني في سوره المائده راح شايل كلمه الحياه وساب الدنيا اللي هو الصفه الوحشه فين بقى بيقول لك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ما قالش في الحياة الدنيا في الدنيا عارف ليه قال في الدنيا ليه لأن ربنا استخسر فيهم الحياة استخسر فيهم الحياة فشلها حتى في الحديث عنهم حتى في العقوبة لم يذكر لهم الحياة قال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذا يدل على إيه؟ على استخدامات القرآن قرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم. فشوف المعنى وشوف السمو والرقي